السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على الحج. اطلقت مؤسسة الشهداء الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم للحج للعام المقبل بين مستفيديها من جميع الفئات ولمدة شهر واحد. وقال رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي في حديث لصحيفة الصباح ان الاستمارة الالكترونية التي اطلقتها دائرته الخاصة بالتقديم على الحج تشمل مستفيديها من ضحايا النظام المقبور والارهاب، وكذلك الشهداء والجرحى في الحشد الشعبي والمشمولون بقانوني رقم 2 لسنة 2016 و20 لسنة 2009. أضاف أن نسبة مقاعد الحج هي 5% لكل من نسبة عدد المقاعد الكلية لهيئة الحج، إذ يكون التقديم لمن لديه شهيد أو أكثر وغير مستفيد للسنوات السابقة، موضحا أن الضوابط تتضمن إعطاء الأولوية للوالدين والأخوة والأخوات بالنسبة للشهيد الأعزب، فيما يكون الشمول للشهيد المتزوج لذويه بالتتابع وهم الوالدان والأزواج والأولاد والأخوة والأخوات. وبين النائلي أن المؤسسة لا يمكنها أي طلب استثناء خارج مدة فترة التقديم التي تستمر 30 يوم فقط من إطلاق الاستمارة، إلى جانب إلزام مديرية المؤسسة بإرسال أسماء المستفيدين من الحج للسنوات السابقة لإعطاء الأولوية للعوائل التي لديها أكثر من شهيد ولم تستفد خلال الأعوام الماضية.